مرحبا يوتيوب. جولتنا هذه المرة في أوروبا، بتحديد الانطلاق في مدينة ميونخ في ألمانيا، ورحلتنا بتكون موزعة على عدة حلقات. انطلاق كان تاريخ 17 سبتمبر، وصولا إلى سويسرا وإيطاليا والنمسا. استلمنا الدراجات، وبالنسبة للعدد كان تقريبا حدود 14 شخص. كنا 5 دراجات BMGS والبقية دراجات هارلي. نظام الإيجار هنا تقدر تطلب الإيجار عن طريق أونلاين أو من نفس الموقع. طبعا هذا الموقع مخصص لإيجار الهارلي، في محلات أخرى تأجر دراجات BMW. لا تنسى في الإيجار لابد أنك تدفع تأمين للدراجة، هذا مبلغ تأمين الدراجة، مبلغ إضافي غير مبلغ إيجار الدراجة، يوصل بحدود 300 يورو إيجار غير مرتجع بالنسبة للدراجات BMW. ودراجات الهارلي فيها نظامين، أو تستأجر وتدفع تأمين 2000 يورو مرتجع في حال ما حصل أي حادث، أو تدفع تقريبا 350 يورو غير مرتجع إضافة إلى 500 يورو ضمان لإيجار دراجة تاري. عموما طلقنا في رحلتنا البداية في هذا اليوم، الأجواء كانت طيبة غائمة، والجو كان لطيف وارد. وهذه جولتنا الآن، خارجين من منطقة ميونخ متوجهين إلى بحيرة بلانسي. تبعد البحيرة في حدود 190 كيل تقريبا من المنطقة اللي استأجرنا فيها الدراجات. شحنت الدراجة الخاصة بي ورحت فيها بجولتي. يعني أنا لما حسبت أن المدة اللي بجلس فيها قصيرة، والشحن بياخد مني وقت وبياخد مني مبلغ كبير، يعني خاصة الشحن الجوي يوصل في حدود 6000 ريال سعودي. فالأفضل أني حسبت أن الأفضل أني أستأجر دراجة وانطلق في أوروبا. وارتأيت أن الأفضل شيء أني أكون مع مجموعة، بما أني أول مرة أتوجه لأوروبا، منها أتعلم للمسارات وأتعلم كيف أمشي في المناطق الجديدة بالنسبة لي، مثل الجبال والباصات في الجبال. طبعاً المناطق هذه فيها رحلة حسب ما عرفت من أصعب الباصات الموجودة في أوروبا، وكان واحدة من أهدافي أني أتجاوز باص تيلفيو بالتحديد.
وصلنا إلى أول محطة، هذه مجرد ريحنا فيها شوي بس وقضينا بعض المواعيد من البقالة كراحة يعني. وكملنا طريقنا الآن إلى الوصول إلى بحيرة بلانسي. توقفنا في منطقة بلانسي البحيرة، وفي كان مقهى طيب قهوينا فيه وجلسنا مع الشباب. توقفنا لمدة نص ساعة تقريبا، وكانت الأجواء طيبة وباردة وأخذنا جولة حول المنطقة.
بعد البحيرة توجهنا إلى منطقة أمست. منطقة أمست كان فيها الفندق الأول، واستخدم الكابتن علي الطريق الجبلي في منطقة يسموها بافافلر، وكان فيها هذا الممرات والباصات الجميلة والمناظر الحلوة. طبعا هذه أول مرة أنا أمر في شوارع جبلية التي صارت بيني وبين الجروب مسافة بعيدة شوي.
بعد جولة استمرت تقريبا بحدود 5 ساعات ونص، قطع مسافة بحدود 195 كيلومتر. وصلنا إلى مدينة أمسيت واستلمنا الغرف في الفندق وريحنا بقية اليوم. هذه كانت رحلتنا في اليوم الثاني، على أمل إن شاء الله نكمل رحلتنا معكم في اليوم الثالث والرابع. ألف تحية.